عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. سنن الترمذي وحسنه الألباني. عمر بن شعيب عن أبيه عن جده الله كرام عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من حديث نفسه يقول: اسأل الله يلا يخيري إذا فزع أما فزع في أحدكم في النوم حدوس أرجح أصامح أحد فينا صبه هردية ودل كسر نحوه فليقل ها أقري وهذا أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إلهي يا كجمل البلد ومعناه التهي أعوذ بكلمات الله الله ينكمل يعني ينبغي كلمات كسا كلمات كسا التامة آدم يستر من غضبه عرضي سا وعقاب عقاب كسا وشر عبادي أدوما قول شر أدوما شر ومن همزات الشياطين شياطين تقول وعوين يعني كما ينبغي لوحص وحاضر انت هذا اخرسه لن تضره بعد ان اخرس كان اخرسه تي وحو يحضر الى مركز ويدي ان هذيك ايوه هدية صونحة صوكعة يوهي حنحن يحيى لك الكشوكية لا اهي حارك ولا قورت علي قطي وعلي عيدي مركان الى حرف وحبان اركا وانحا وعلي عبسيا وحمدو بان اركا وحبان ايالي حارك ولا اهي وان مقلما وقارك وان اركنا اهي كشوكينية وعليك هدى الان ايدي شطاها عبسيك تسر هذا اما قارك الان سيحان البن ولا الان حبات كواس كم يتراهي بعذاني اخلص بعذاني اخلص انت هذا بعذاني اخلص الكور ويس قاضو قل هو اللي اخري برب الفرق اخري برب الناس اخري ايات الكرسي اخري كذب لك بعذاني اخلص كذب عرك وحكو دوائي ماركيس هذه لعل أبي جفت الأرواح قوة الله سوكا بركا سوكا به حديث كله سوكا ويس قاله هذاك أول كرت الله بركا تكو هذه بعيدا ناقص سيحو أما سوكا بعيدا ناقص سيحو إله سبحانه وتعالى وكبر بادني بركا ولا نيال بعيدا ني وإذا سوك جرسي لكم هذه كواسينا ولا لي ناد قرسي سان يوتيوب كسر بوقتان لايك سيسان لايك تبوقالكم هيوتو نساس من لم يجرسي نساء وحن خلق الشيطان بك آده وحن صحق من الله هذا بلا توفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.